شكرا كثير على العزيمة. فوتي شقي على الولاد، إذا مكشفيه غطيه. طولتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم علي. هلا فايين؟ قلتينا رايحين ساعة لعند رفيقتك، ضليتوا 10 ساعات. معلش حبيبي صاروا تأخرنا، نام هلا عندك مدرسة. رحتوا على المطعم ما؟ وشو عرفها؟ سمعتك عم تحكي أنت والبابا، ما أخذتونا. معلش تاني مرة بأخذك، يلا نام هلا عندك مدرسة، نام. ما قلت لي عجبتك سنة؟ حلوة، لا تقول ما عجبتك. أنت أحلى منها. لا لا تغلط، واحد لازم يحكي الحقيقة. صحيح أنا حلوة بس هي أحلى، كانت دائما أحلى وحدة بيناتنا. ما عجبتني. ليش ما عجبتك؟ خرج يكون جوزها، أنا ما قاعد كان دبقها. شلون بتسمع لنفسها تحكي معي هيك حكي؟ ليش شو قالت لك؟ ما حكتك شيء؟ لك شو ما سمعتيها؟ لما قلت لها اسمي جميل قالت لي اسم على مسمى. إيه شوف يا عم جاملك. أنا ما بحب هالحركات. بعدين ما شفتي على اللبس؟ شو بقول لبسها؟ بيطير العقل. تضرب هي وهيك لبس. لا كثير كان لابق لها. يبعت لحم على هالقامة، شفت هالقامة؟ بعدين انت شو بتسمحي لنفسك تعزميها لعنا على الطاولة؟ وشوفيها هي كمان؟ لا مو على الأساس اطلع انا وياكي ونكنكن على بعضنا. خلص مرة ثانية ما بعزم لك حدا، حتى لو شفت اختي ما رح اعزمها. جميل؟ أنا كم مرة صرت قايلت لك لما بتقعد ست على الطاولة لازم تعتني فيها؟ ما بتتضايقي؟ وليش لحتى اتضايق؟ بالعكس كثير منبسط لانك عم تهتم برفقاتي. لك رح تجنديني انا، رح تجنديني. لفي البوتيكين ما بدي نام.